هشتغل في طاجن الخرشوف بالطماطم، مقاديره على الشاشه. طاجن الخرشوف بالطماطم، معانا خرشوف. زي ما قلت لحضراتكم الخرشوف في موسم الشتاء متواجد. ومعانا طماطم، معانا بصلايه ناعمه، ثوم ناعم، توابلنا، ملح، فلفل، شويه كزبره. نشوف هنعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام. النار، حتة اللحمة هنا بتشرب بالبهريز والصوص، خلي بالك. نعم يا غالي، ممكن يسويها على الفحم، يبقى ممكن نحط الطاسة دي على فحم وتسخن برضو جامد ونستخدمها كالعادة على الفحم عادي، مفيش أي مشكلة. مش عايز أقول لها ليه يا حاجة؟ تمام. أنا عامل حجة عشان أقف أشم الخير اللي موجود في الحلة دي، ريحة حتة اللحمة كده تتكلم مصري. تعالوا نقلب حتة اللحمة مع بعض. اه فرحان بيها طبعا، مرة افرح بيها مستقبلي فيها. اه بص عليها، شفت الحلاوة دي؟ الله. آه. شفت الجمال ده؟ الله. دي للأمانة عايزة بقى ايه، سيبها كده لغايه لما تنشف شويه. بعد ما تنشف انزل عليها ببقيه البهريز اللي عندي. بهريز اللي انا متبله فيها ده، اللي باقي عندي ده، خلي بالك ده مهم جدا. اوعي دول. دولت مهمين جدا. دي عايز ايه بقى اللحمه دي يا عم الشيف؟ عايزه كيلو بطاطس تجيبيه وتسلقيه بالقشره بتاعته. هتقول لي ما عملتش كده ليه يا شيف؟ عملنا قبل كده، بس انا بذكرك يعني. بطاطس تتسلق بالقشره بتاعتها، وبعد ما تتسلق يا ست الكل يا ست الحبايب نقشرها. خرجنا بيقول لي امسح جنب اللحمه، طبعا لازم انا لازم افرشها الارض حرير حته اللحمه دي. حلو. وبعد كده نهرس البطاطس دي بزبده وحليب، وتبقى بطاطس بوريه. حلو. بطاطس البوريه ده اتحط في قلب الطبق، وننزل عليها بحته اللحمه دي بعد ما نقطعها، وبالف هنا وشفا للي ياكل. بس مش لازم رز بقى ولا عيش ولا اي حاجه، هي شويه بطاطس بوريه، كربوهيدرات ونشويات اللي انت عايزاهم مع حته اللحمه المشويه، البروتين، والف هنا وشفا. شوربه الجزر في طريقها للسوى. في طريقتين لتقديمه الشوربه دي، يا اما نقدمها صحيحه زي ما هي، بس احنا لازم نخفقها طبعا بالهاند بلندر بتاعنا. البصلايه الناعمه الحلوه، عندي عود زعتر كده حلو لقيته في سكتي وانا ماشي، مفيش مشكله لما احطه هنا كده يعني، هيضيف زعتر. انا بحب الزعتر دايما مع اللحوم المشويه، زعتر، روزماري، لحوم او فراخ. سيبه كده زي ما هو. تعالوا مع بعض نحمر البصلايه الناعمه عشان نعمل طاجن الخرشوف بتاعنا الحلو. الطاسه بتاعتنا سخنت، ونحط شويه بصل. حلو. وحمره كده واديها لون. ايه دي الطواجن بقى؟ دي هنا المطلوب ان البصلايه هنا تتكرمل تاخد لون. للأمانة عايز استخدم معلقة سمنة في الطاجن ده، ايه المشكلة؟ مش كل يوم زبدة. احنا اتفقنا احنا يوم الحد بكل اسبوع بيبقى اكل صحي. حلو. نقلب كده. معانا صوص طماطم لطيف وجميل، طماطم مضروبة في الخلاط، باخدها هنا بحط عليها معلقة معجون طماطم، ومعلقة سكر على الطماطم اللي اتضربت في الخلاط دي، معجون طماطم صلصة يعني. حلو. بحط السكر، ليه السكر يا عم شيب بيسألوني؟ الإربيس في وداني، يا عم ليه حطيت سكر وانت بتعمل عصير؟ لا مش بعمل عصير، السكر ده يا اساتذتي
يقينا من الحموضة بتاعة الطماطم، الناس اللي عندها مشاكل مع القولون، الناس اللي بتعاني من مشاكل القولون وارتجاع المريء. وما هو ارتجاع المريء؟ من كتر أكلنا بره البيت والفول اللي الناس بتدمسه بالبيكربونات صودا، والحمص اللي الناس بتدمسه وبتسلقه ببيكربونات صودا، والبيكربونات صودا اللي بنحطها في الطعمية عشان تتحمر وتبقى مستوية، كل دي مدرسة من المدارس الطهوية اللي هي خاطئة ومضرة للصحة. يعني من الآخر نبعد عن البيكربونات صودا في تسوية البقوليات أو اللحوم، لأنها اللي بتهري مفتاح أو فتحة المريء، فبتخلينا وإحنا قاعدين في أمان الله متهنيين بالأكل وكل حاجة، بس عيننا تغفل نقوم فجأة فيها حاج مالك يا حاج مالك، الأكل عايز يرجع تاني. ويرجع ليه تاني؟ لأن فتحة المريء منتهية مهرية، بيكربونات الصوديوم هرياها. عرفتوا بقى الدراسة؟ والعلم نور، ولما ندرس ده مهم جدا. هنا صوص الطماطم جاهز للأمانة، عايز شوية توم خدم عليه كويس، أنا معايا شوية خرشوف، كيس خرشوف ده جبته، شفت كده زي الفل. شوربة الجزر بتغلي، اللحم بيستوي على النار، تفاصيله بدأت تظهر اهوت. أول ما تشوف الدم بدأ يطلع على حتة اللحمة من فوق تعرف إن هي خلاص من تحت بتستوي. هنقلبها دلوقتي نلاقيها خدت لون، واحنا بنقلب شفت البصلية خدت لون ازاي؟ السمنة الحلوة البلدي اللي جايباها حماتك وهي تزورك الست الطيبة. هي الست يعني هي تقدر تعمل ايه وهي جاية؟ يعني بتجيب السمنة البلدي، الفطير المشلتت، الأمهات والزمن الجميل ده مهم جدا. شايف صوص الطماطم الحلو ده؟ سيبه على النار، سيبه يغلي كده ويتسبك تسبيكة حلوة. حلو، اخد الخرشوف الطيب الجميل ده، بص لي على الخرشوف، شوف الخرشوف في الفرق بين الكعب وقلب. القلب ده في الشمال يا عم ملاح، اما الكعب بتاع الخرشوف بيبقى في ارضيه الخرشوف. يعني ايه في ارضيه الخرشوف؟ اللي هو ده كعب الخرشوف ده يتحشي لحم مفروم مع جبنه موزاريلا، وبتقدم كده جنب المشويات. كعب الخرشوف ده يتحشي بشاميل وجبنه. كعب الخرشوف يتعمل سلطة. كعب الخرشوف يتقدم مع الخضار السوتيه. ولكن قلب الخرشوفية يتعمل ايه؟ سلطة بس، اللي هو بيبقى ورق تقطيعة دي، تحس الخرشوف وانت بتقطعيه كده زي اللحمة. شفتي؟ وطعمه لطيف جميل، انا بحبه، بحب اكله سلطة دايما مع زيت زيتون وتوم وعصير ليمون وكزبره خضراء زي البطاطا الحارة. كل حاجة على النار، أنا عايزك تبقى واقف في المطبخ كده منظمة وقتك وعارفة وقفتك إزاي. أول حاجة تبلت اللحم، سبتها شوية على ما قطعت الجزر وحطيته على النار، وتكسبه وقفتك في المطبخ كده كده، أنت واقفة على رجلك. ربنا يعينك ويديك الصحة، الجنة تحت أقدام الأمهات من وقفتهم وخدمتهم لينا. شوفوا من نعم ربنا علينا ومن فضل ربنا علينا وتكريم الرب للأم، الجنة تحت أقدام. هو ده الله، يلا بينا. خرشوف مكانه هنا، تمام، حلوة كده يا عم ملاح. دي بدايات أنا عارف. ها بص عليك السكة، أهو في كاميرا تصور، أنا معايا ست كاميرات عشان تشوفوا الصورة اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة دي. خلي بالكم يعني العمل والمجهود ده خلف الشاشة كبير قوي. ادي الخرشوف بتاعنا، ألف هنا وشفا، حطيناها في المركب دي كده، التفاصيل بتاعته شفناها من بداية تقطيع الخرشوف.